السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. ردود فعل واسعة النطاق أثارتها شهادة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق على العصر، تلك التي أعدنا بثها خلال الأسابيع العشرة الماضية بمناسبة مرور 30 عاما على حرب أكتوبر. بعدما قدمناها للمرة الأولى قبل 5 سنوات تقريبا، لكن ردود الفعل هذه المرة كانت أضخم من كل التوقعات، حيث اتسعت رقعة المشاهدة لقناة الجزيرة ومساحة الوعي كذلك لدى المشاهد العربي. ورغم أننا لا نقدم التفصيلات في شهادة الشهود، وإنما نتناول الخطوط العريضة حتى يعاد فتح الملفات للتاريخ، فتح ملفات التاريخ مرة أخرى وتقديم أكبر قدر من الحقيقة إلى الشعوب. وفي هذه الحلقة نتناول بعض التساؤلات والانتقادات والاختلافات وردود الأفعال التي جاءت من آلاف المشاهدين على الشهادة. ولمشاهدين الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على هاتفنا في الدوحة 00974488873، أو يكتبوا إلينا هنا عبر الفاكس في القاهرة 00970024 أو يكتبوا إلينا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.aljazeera.net. سعادة الفريق مرحبا بك. شكرا جزيلا. من المؤكد أنك أيضا تلقيت العديد من ردود الأفعال على الشهادة، والتي جاءت بشكل بالنسبة إلينا على الأقل غير متوقع. ربما كانت شهادتك من أكثر شهادات الشهود التي جاءت عليها تعليقات وتساؤلات وانتقادات وآراء. انتقيت من بين مئات الرسائل ما يمكن أن أطرحه من أسئلة غير مكررة أو ما يدور في إطار موضوعات ربما لم نتطرق لها بشكل تفصيلي في الشهادة. هل تود قبل أن أبدأ أسئلتي أن تبدي بعض ملاحظاتك أو تعليقاتك؟ في نقطة أحب أسرها، لأن اتصل بي كثير من الأصدقاء والناس اللي هم كانوا بيتابعوا هذه الحلقات، ويبدو أنهم من المطلعين اللي كانوا بيشوفوا ما أقوله في الفضائيات الأخرى. فكان كثير منهم يقول لي انت قلت كذا في شاهد العصر، ما قلتهاش في الايه، يعني ما قلتهاش في شاهد العصر، وقلتها في ايه، في حته ثانيه. قلت لهم هذا معقول وممكن، ممكن، لان انا يعني الحقيقه ببقى مرتبط بالسؤال الذي يفرضه علي المحاور، فانا لابد ان اجيب على السؤال اللي انت بتقول عليه، وانت مرتبط بتوقيت، اذا لقيت ان التوقيت حيفلت منك فبتقاطع ولك الحق في هذا علشان تسال حاجه ثانيه. ففي بعض نقط ما فيش شك انها ما وفتش حقتها، وبالذات حرب اكتوبر. حرب اكتوبر انت خصصت لها حوالي حلقتين، صعب جدا انك انت تغطي حرب اكتوبر كلها في حلقتين وتقول كل اللي ممكن يقال. فانا بقول للمستمعين ان اذا كانوا يشوفوا حاجه متشككين فيها او سمعوها في حته وما سمعوهاش في حته، ممكن انهم يسالوا، وانا على استعداد ان اجيب باستمرار. يعني ايضا ربما بالنسبه الي ايضا اتسعت رقعه اطلاعي على تلك المرحله، رغم اني تحدثت معك قبل اعاده البث في امكانيه ان نعيد التسجيل مره اخرى، وراينا ان اعاده البث ربما تكون فيها فائده افضل. لكن فعلا حرب اكتوبر لوحدها لو خصص لها شهادة مستقلة بالتفصيلات الدقيقة باليوم من الناحية العسكرية، خاصة مع خروج الوثائق الأمريكية حول الحرب في خلال الأيام الماضية بعد مرور 30 عاما، أعتقد يمكن أن تكون فيها بعض الإضافات وبعض الأشياء الدقيقة التي يبحث المشاهدون عن بعض تفصيلاتها بالنسبة لك. سأبدأ بالثغرة، ومعظم أو كثير من التساؤلات جاءت حول الثغرة، وأبدأ بمحمد الحبيب أحمد عثمان من الإسكندرية من مصر. أشكرك على ما أبديته تجاهي، ولكن سؤاله يقول لك: هل ما زلت عند وجهة نظرك فيما يتعلق بالثغرة، لا سيما وأن مصر قد حققت الانتصار وأعادت لنا سيناء كاملة دون الحاجة إلى رجوع القوات لتدمير القوات الرئيسية في الثغرة كما كنت تطالب، لأن تلك القوات لن تسبب خطورة ونضحي من أجلها بالقوات التي عبرت؟
الأخ حبيب بقول له إن يعني أنا في سؤالي كشاهد على العصر المفروض إن أنا أقول حقائق، فإذا كانت هناك أخطاء أثناء إدارة الحرب فهذا لا يعني إن إحنا يعني بنقول إن الحرب إحنا خسرناها أبدا. مفيش شك إن القوات المصرية والسورية حققت نصر عظيم جدا لم تحققه أي قوات مصرية في الماضي القريب يعني. ومنذ 20 سنة تقريبا أو منذ 30 سنة بعد حرب أكتوبر ما زالت الحقائق التي قلتها في أثناء شهادة العصر هي قائمة. باختصار شديد إن لولا هذه الأخطاء كان ممكن إن احنا نحقق أفضل مما حققناه. ليه؟ خطة حرب أكتوبر مبنية على أساسين. الأساس الأول هو إحداث أكبر خسائر ممكنة في العدو، النمرة الثانية إطالة مدة الحرب. إذا التزمنا بهذا المبدأ وهذه الفلسفة التي قامت عليها خطة أكتوبر كان ممكن نحقق أفضل من كثير. فتدخل السادات في إدارة الحرب هي التي حققت أو تسببت في بعض الأخطاء التي أدت إلى الثغرة، ولو تمسكنا بالخطة من أولها ما كانش ممكن أن الثغرة تحصل إطلاقا، ولو حدثت كان من الممكن أن ندمرها فورا. محمد الفيدي من المدينة المنورة يقول: ألم يكن تدخل السادات ضروريا لحسم الخلاف بينك وبين وزير الحربية؟ هذا غير مطلوب، لأن يجب أن نفرق بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية. القيادة العسكرية ما في شك أنها تابعة للقيادة السياسية، ولكن في الدول الديمقراطية فالقيادة السياسية مهمتها أنها تحدد الهدف للقيادة العسكرية، ولكنها لا تتدخل في أسلوب التنفيذ، لأن أسلوب التنفيذ يحتاج إلى احتراف. إحنا عندنا في مصر في وظيفة اسمها وظيفة القائد العام فوق رئيس الأركان ووزير حربية، فإذا هذا الشخص نصفه سياسي ونصفه عسكري. فهنا ما هي الحدود الفاصلة بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية؟ أليس من حق القائد العسكري أيضا أن يتدخل حتى رؤيته هي أوسع من رؤيتك كقائد ميداني؟ أي قائد عسكري؟ القائد السياسي عفوا. القائد السياسي اللي هو الرئيس. لا، ما هنا المشكلة، وهي دي سبب المشاكل بتاعة الحروب الماضية، حروب مصر الماضية من سنة مش عايزين نقول 48 علشان ده كان لسه في الثورة ما خمتش، 56 و67 كان هناك تدخل في بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية وتسببت المصايب ولم يحصل يعني لم يحسم هذا الموقف. في أثناء حرب أكتوبر كان التأثير أقل، لأن أنا كنت بأعارض وبتشدد في المعارضة وبتوقف، فكنت أفرمل بعض الحاجات بس ما أقدرش أفرمل كل حاجة. حسام متولي من شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية يقول: في نظرك هل كان الانسحاب للقوات من البر الشرقي للقناة آمنا للقتال على الجانب الغربي ولتدمير الثغرة بعد النصر الأولي؟ ألم يكن من الخطر إذا هاجم الإسرائيليون بقايا الجيش على البر الشرقي مما كان يشكل كارثة وانعكاس تام والعودة لما كان عليه الوضع قبل 6 أكتوبر؟ ما ردك على سؤال حسام متولي من شيكاغو؟ السؤال ده مهم جدا، وعلشان نوضحه أكتر نقول إن الخطة كانت إيه. الخطة كانت عبارة عن إن إحنا بنعبر قناة السويس بخمس فرق مشاة مدعمة، ولنا فرقتين مدرعتين موجودين في الغرب. لو افترض الفرقتين اللي موجودين في الغرب الفرقتين المدرعتين دول إيه، الخطة بتاعتنا لو حصل إن العدو حاول العبور إلى الضفة الغربية تقوم هذه الفرقتين بتدميره فورا، وتدمرت هذه الفرقة المدرعة دي تدربت قبل الحرب على كيف تدمر هذه الاختراقات لو حصلت في المنطقة دي أو في المنطقة دي أو في المنطقة دي، وكانت منطقة الديفرسوار جزء من هذه يعني الاحتمالات. فإذا عندنا فرصة لأن احنا بنعمل كل الاحتمالات بتاعة العدو. هل كان هناك قدرة للإسرائيليين لمهاجمة باقي القوات الموجودة غرب القناة؟ ما أنا هقول لك أهو، يعني لما يجي أنت بقى يجي السادات ويقول لك تقدم قواتنا تتقدم الى الايه الى المضايق 50 كيلو، ده ضد الخطه.
وده هو اللي سبب في ان ايه كيف اتقدم في من مسافه 50 كيلو في مناطق مفتوحه وما عنديش طيران وما عنديش دفاع جوي متحرك يحمي القوات ويعرض هذه القوات للتدمير، وده اللي حصل. فانا عرضت تطوير الهجوم نحو المضايق، وحصل يعني اصرار، وكان يوافقني في ذلك قائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث، لان دي مساله عمليه احتراف يعني. فاذا كان مجرد التقدم نحو المضايق هذا خطأ ويخدم إسرائيل ولا يخدم الخطة بتاعتنا، وفشل الهجوم يوم 14 الذي قمنا به. المصيبة الأكبر أن الفرقتين المدرعتين اللي كانوا موجودين في الغرب اللي مفروض أنهم يصدوا الاختراقات، نعم، بقوا موجودين في الشرق، فأصبح قواتنا المدرعة كلها تقريبا في الشرق دون داعي، وفي الوقت نفسه الغرب فاضي ما فيش قوات، وده اللي شجع العدو في 24 ساعة. يعني الهجوم بتاعنا فشل يوم 14 كما توقع رئيس الأركان وقائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث. اليهود اخترقوا القوات في منطقة دبرسوار ليلة 15 16، ليلة 15 16. فإذا كان لازم علشان نجابه الموقف، العدو ابتدى ينقل المعركة من الشرق إلى الغرب، إن أنا أسحب القوات المدرعة. كان هناك إصرار من ناحية السادات والقيادة السياسية إن لا انسحاب، وكان في عامل سياسي بيؤثر على السادات في هذا الموضوع، إن كان يوم 16 هيخطب في مجلس الشعب وعايز يخطب، مش عايز الإسرائيليين يفسروا سحب القوات المدرعة من الشرق على إنها عملية انسحابية. هناك فرق بين المناورة بالقوات وسحب القوات. انت كنت مطالب بالمناورة وليس بالانسحاب. بالمناورة بس، ما فيش كلمة عربية علشان أقول له ناوي بالفرق، بقول له اسحب الفرقة الرابعة المدرعة من الشرق هي واللواء 25 مدرع ليلة 16 17، يوم 17 أهاجم الثورة الثغرة وأدمرها، لأن هيكون عندي في هذا الوقت ثلاث ألوية مدرعة ولواء مشاة ميكانيكي، أربع لواءات بيهاجموا الثغرة، وقدامهم بديهم دعم بالمدفعية، مدفعية القوات المسلحة كلها 40 كتيبة مدفعية بتضرب بتسهدم الأرض اللي هي قدامهم. فكان تدمير الثغرة يوم 17 بهذه الوسيلة ممكن جدا. فلما يجي يعارض هذه الخطة ويوافق على خطة هزيلة بحيث ان لواء 25 مدرع بدل ما اسحبه للغرب ان هو يتقدم هو من الشرق شمالا والبحيرات المرة تبقى على شماله ويسد الثغرة من الشرق. هذه القوات غير كافية وغير مؤثرة، وفشل هذا الهجوم يوم 17. نتيجة ايه؟ نتيجة تدخل القيادة السياسية ونتيجة اذعان القائد العام ووزير الحربية لهذه الاوامر، لان هو نصفه سياسي ونصف سياسي ونصفه عسكري، فبيتكلم بصفته، ما تعرفش هذا مين اللي يتحمل مسؤولية هذا، هل هي القيادة السياسية ولا القيادة العسكرية؟ انا بصفته رئيسي عسكريا مضطر ان انا اقبل هذا. في حريه عندنا، حريه المناقشه طالما اتخذ القرار، انما بعد ما اتخذ القرار لازم انفذ القرار واتحمس له بنفس الحماس الذي كنت اتحمل ضده، لان ما فيش حد يشتغل كل واحد على كيفه. لعلك أجبت على سؤال عمرو الرشيدي من القاهرة حول الخطة الشامل، وأيضا مقاتل الصاعقة فوزي المصري، ومع الزميل محمد شقير المذيع في إذاعة بي بي سي من لندن. تفضل يا أخ محمد. تفضل. مساء الخير يا فندم. مساك الله بالخير. في الحقيقة عايز أسأل سيادة الفريق، هل ما قيل عن قيام وزير الحربية ورئيس السادات بالتنسيق بدون علم حضرتك بسحب بعض القوات من شرق القناة إلى غربها قبيل حدوث الثغرة، وهذا ذكر في كتابين على الأقل، واحد بالإنجليزية وآخر بالعربية، هل هذا حقيقي وما مدى صحته؟ سؤال آخر بعد إذنك عن ما هما الكتابين؟ يعني حضرتك
لك من الثقافة في جميع مناحي الحياة، إضافة إلى الثقافة العسكرية طبعا. ويعني كل من كتبوا قالوا إنك غزير المعلومات العسكرية. هل حضرتك قمت بهذه العملية، تثقيف نفسك في الشؤون العسكرية، لدرجة إنك في حرب 67 عندما قررت الدخول داخل حدود إسرائيل لحماية قواتك ثم العودة تحت جنح الظلام، اتخذت قرارات بسرعة وبحكمة وكانت قرارات صائبة. هل لدى الضباط العسكريين هذا القدر من الثقافة والدراية والحكمة لاتخاذ قرارات، أم أنهم ينبغي عليهم تثقيف أنفسهم؟ يعني الدراسة الأكاديمية لوحدها لا تكفي للوصول بهم إلى هذا المستوى. سؤال آخر لو سمحت، عن العسكريون ودورهم في الحياة المدنية. يعني عادة ما نجد أن العسكريون يأخذون أدوارا في الحياة المدنية بعد خروجهم للتقاعد في إدارات شركات أو في محافظات أو أحيانا حتى في رئاسات دول. تقصد في فكيف مصر تحديدا يا محمد؟ تفسر تعثر الكثيرين، يبدو محمد لا تسمعني، خصوصا في التنمية الاقتصادية والسياسية التي يحكمها عسكريون؟ أخيرا، شكرا يا محمد، آسف شكرا للتطويل. محمد يبدو أنك لا تسمعني، وكان هو أرجو لاجل الخلل الفني حتى يسمعني من أتحدث إليه. يعني أنا أكتفي من محمد بالأسئلة لأنها كثيرة. اسمح لي أخذ أيضا في مشاهد من أمريكا أخذه لأنه من البداية. السيد أحمد من الولايات المتحدة، أخ سيد معنا، سيد معنا، هشام تفضل يا هشام. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. يعني السؤال بتاعي يعني هحاول انا ابسطه، بس يعني كلنا نعلم ان نصر اكتوبر هو النصر الوحيد للعرب على العدو الاسرائيلي في القرن العشرين، وكلنا نعلم ان الجيوش العربيه قبلت بلاء حسنا في هذه الحرب، والتي كانت ملحمه تزخرف فيها افرع القوات المسلحه المختلفه لتحقيق هذا النصر. وعلما بان اكثر من 50% من الشعب المصري يقل عمره عن 30 سنه، اي انهم لم يعوا الحرب والاحداث التي تلتها، وكل ما وعوه وعرفوه انه كان هناك نصر كبير. كانت الضربه الجويه المصريه هي صاحبه الفضل الاول فيها، حيث انها اقعدت العدو وافقدته توازنه. يعني بصراحه، واستكمالا لشهاده سياده الفريق على العصر هناك بعض الاستفسارات، ما هو دور الطلعه الجويه الاولى او ما يسمى بالضربه الجويه في حرب اكتوبر؟ وهل تم تعديل المهام يعني المنوطه بهذه الطلعه بعد الحرب، بعد ما طلعت اول طلعه؟ يعني ماذا كانت المكاسب المترتبه على هذه الطلعه ودرجه مساهماتها في استكمال عمليه العبور؟ وماذا كان رد فعل العدو؟ شكرا لك يا هشام، شكرا لك. سعاده الفريق، شقير الاول. طبعا. الاستاذ شقير قال كذا اسئله، وانت كنت اوقات قاعد تتخانق معاه وهو مش سامع، فكان بيؤثر على عمال اتخانق مع نفسي. ف ولخص الاسئله بتاعته، السؤال الاولاني بيقول لك ان هل صحيح ان وزير الحربيه والسادات قاموا بنقل قوات من شرق الى الغرب دون علمي؟ ابدا، ده انا اللي كنت بتخانق لان عايز اعيد القوات اللي هي طلعت في الشرق لتطوير الهجوم للغرب، لان ده خطتنا، عايزين احداث اكبر خسائر في العدو واطاله مده الحرب، وفشحة القوات بتاعتنا تتنافى مع هذا، فهذا لم يحدث. اسئله الثانيه هي حول الثقافه العامه والعسكريه، والسؤال حول دور العسكريين في مصر في الحياه المدنيه بعد السؤال الثقافة. الثاني اللي هو بتاع الحياه الاكاديميه، يعني في المدارس والاكاديميات بتتعلم مبادئ، ولكن يبقى الشخص هو الشخص، في لازم بيحلل هذا وبعدين بيستخدمه باسلوب، وكل ما يفوت عليه يوم وكل ما يفوت عليه شهر وكل ما يدخل معركه كل ما يكون يثقل وياخذ خبرات اطول. يعني ما في شك ان عمليات 67 وانسحابي بالليل في العدو والتصرف، نعم نعم، استفدت بيه، واستفدت بيه في ايه؟ في التخطيط لحرب اكتوبر، لان عرفت يعني كيف يمكن الطيران ان يؤثر ويحسم المعركه اذا كان الواحد ملوش غطاء جوي. اسمح لي سعاده الفريق، عندي سؤال من عمر عبد الله السليمي ايضا من اليمن، يقول لماذا لم تقم القوات الجويه المصريه والسوريه بضرب مطارات العدو الاسرائيلي وطائراته على الارض كما فعل الاسرائيليون في حرب 67؟ اولا، دور القوات الجويه من الناحيه الاكاديميه انها تفتتح الحرب بان تقوم بضربات ضد
وسائل الدفاع الجوي ومراكز القيادات لتحقيق السيادة الجوية. لأنها عندما تحقق السيادة الجوية بعد كده تنقل الرول بتاعها على أنها تساعد القوات البرية في الأعمال، إنما الخطوة الأولى أنها لازم تضرب الدفاعات الجوية تحطمها. وهذا رأيناه في حرب العراق الأخيرة وأفغانستان من قبل. طبعا. ولكن إحنا دخلنا الحرب وإحنا معترفين أن العدو له السيادة الجوية. الخطة مبنية على أساس أن العدو له السيادة الجوية، وبالتالي لا نستطيع أن نتقدم في الأرض المفتوحة، ويجب أن نقنع بأن الخطة بتاعتنا تتوقف عند 12 كيلو شرق القناة، فاعتراف اعتراف حقيقي لأنها حقيقة قائمة. قائمة على تقدير حقيقي للقوة بين الطرفين. تقدير حقيقي، لأن صعب أوي وخطأ أنك أنت تقدر قوتك أكثر من قيمتها. وبالتالي فإن كان الهدف من الضرب الجوية ان احنا نشغل القوات الجوية تضرب قوات ارضية علشان يحسوا بس بان عندنا طيران، واخد بالك، ولكن نتحاشى ان نظهر القوات الجوية بتاعتنا طيارة ضد طيارة، لان طيارة ضد طيارة الغلبة هتبقى لهم اكتر لانهم متفوقين في الطيارة وفي الايه وفي العدد في عدد الطيارين وفي التدريب، يعني عدد متوسط التدريب بتاع الطيار بتاعهم 2000 ساعة، احنا دخلنا الحرب وعندنا طيارين داخلين الحرب ب 500 ساعة طيران، فمش ممكن واحد عنده 500 ساعة طيران يواجه واحد عنده 2000 ساعة طيران، ما فيش شك يعني. وبالتالي انت قلت جاوبت على مقارنة الضربة الجوية بتاعتنا بالضربة بتاعت الحروب الأخرى. حرب العراق أو الحرب الخليجي الثانية اللي هي كان فيها امريكا 91، امريكا ضربت العراق ب 88 الف طن من المفرقعات قبل ان تبدا الهجوم البري. في ديزرت فوكس اللي هو اللي حصل في ديسمبر، عملت ثعلب الصحراء 3000 طن، ضربت 3000 طن. في كوسوفو سنه 99 ضربوا كوسوفو ب 30 ألف طن قبل بداية أي قبل بداية حرب قبل بلد. قبل أي حرب برية يعني كده حاجات افتتاحية. احنا كل اللي عندنا 200 طيارة وجزء منهم طيارات قتال عشان تحمي الطيارات، يعني كل حكاية حوالي من 200 ل 300 طن. فلا يمكن ان احنا نحاول ان احنا بال 200 300 طن ان احنا ندمر هذه الايه. وده رد على سؤال الاخ اللي هو جاي من السعوديه اللي هو بيقول اليمن. من اليمن، ان احنا نضرب الطيران ما عندناش، احنا حتى الطيارات بتاعتنا اخر حاجه ضربتها في مطار العريش. يعني لم يكن لدينا القدره على ان احنا نعدي الطيارات بتاعتنا تعدي سيناء وتضرب تدخل جوه فلسطين وترجع. فاذا وهذا ليس يعني المشكله، مش مشكله عيب في القوات الجويه او مشكله، دي مشكله سياسه امكانات سياسه وسياسه دوليه. احنا غير منتجين بالطياره، احنا بنشتري الطياره. فاذا في قوه عظمى بتحدد لك المدى التي تتحرك فيه، متحكمه فيا فيما يتعلق بقدره القوات الجويه، واخشى ما اخشاه ان التفوق الجوي الاسرائيلي ما زال قائم لغايه دلوقتي بعد مرور 30 سنه. أنا عندي هنا سؤال من أحد المشاهدين بخصوص إنتاج الطائرة، يقول إن في عصر الرئيس عبد الناصر كان هناك توجه لإنتاج طائرة عسكرية أظن اسمها القاهرة 2000 حقيقي. إلى أين وصل مشروعها وهل توقف لما جه جمال عبد الناصر وعمل صفقة السلاح السوفيتي مع روسيا، فبص لقى السلاح لما بيشتريه أرخص من إنتاج الطائرة، أرخص من الإنتاج. وهذه هي الفلسفة التي يقوم عليها الغرب دائما. تمام كده، حتى في انتاج القمح، حتى في عمليه اغراق. فايه اللي خلينا اطلع اعمل طياره كلفها 2 مليون وانا اقدر اجيبها ب 250 الف جنيه حتى اضمن سياده قراري؟ طبعا. ولكن هذا فللاسف القوات الجويه كان دخلنا الحرب ونحن نعترف بان اسرائيل لها السياده الجويه وخطتنا مبنيه على انها لها السياده الجويه، وكذلك نستخدم القوات الجويه بتاعتنا بحذر أنها تضرب القوات البرية حتى يحسوا بضرب القصف الجوي، ولكن نتحاشى بقدر الإمكان أن تخش طائرتنا طائرة ضد طائرة. حسين سليمان من الولايات المتحدة يقول كان للطيران، ما دمنا في إطار الطيران، يقول كان للطيران الإسرائيلي الحرية الكاملة في العمل فوق الجانب الغربي للقناة بعد 20 أكتوبر 73، الرجاء شرح لماذا وكيف حدث ذلك؟ حقيقي حقيقي هذا الكلام، لأن الثأرة حصلت ليلة 15-16، ونتيجة الخلاف اللي حصل بيني وبين السادات على أسلوب تدمير الثغرة أصبحت الثغرة
تزيد يوم بعد يوم. فحوالي يوم 20 كان هناك حوالي من 15 إلى 20 كيلو في العمق، والثغرة برضو ممتدة حوالي 40-50 كيلو، ودخلها عدد من الألوية المدرعة، حوالي 5 ألوية مدرعة إسرائيلي، دمرت كتائب الصواريخ اللي موجودة في غرب القناة. يعني كان الجزء المهمة الأساسية للواءات المدرعة لما عدت إنها تدمر إيه؟ وسائل الدفاع الجوي، فما بقاش فيه وسائل دفاع جوي في المنطقة في الثغرة، فأصبحت الطيارات قادرة الإسرائيلية لأول مرة إنها تضرب قواتنا غرب القناة وهي آمنة بأنها خارج مرمى كتائب الصواريخ بتاعتنا. أنا عندي سؤال في هذا الإطار تحديدا أيضا، أحاول أن أصل إليه من أحد المشاهدين، ولكن محمد خالد من السعودية. أخ محمد. ألو. تفضل يا سيدي. تفضل نسمعك يا محمد. ايوه فندم تفضل. يا سعادة الفريق، انا بغيت اسال المسافه اللي كانت فاصله بين الجيش الثاني والثالث. الحقيقه انا قرأت عده مراجع وفي خلاف المسافه هذه اللي دخلت منها اسرائيل، كم البعض يقول 50 والبعض يقول 6 كيلو، ومسؤوليه الفراغ اللي حاصل بين الجيشين الثالث والثاني مسؤوليه المخطط ولا مسؤوليه قاده الجيشين الثاني والثالث؟ برضو عندي سؤال اللي هو الثغرة بعد ما حصلت يعني في تاريخ 16 و17، كان بالإمكان أنه تقفل وسط المدفعية، تقول عندك 40 كتيبة مدفعية، يعني ليش الكتيبة المدافع هذه ما ركزت على الكباري الإسرائيلية اللي تعبر جهة الغرب، يعني هسه عطل خطوط الإمداد. ألو. سؤال استراتيجي يبدو من شخصية عسكرية. شكرا يا محمد زقاري. شكرا. تفضل سعادة الفريق. أولا، الحدود بين الجيشين الذي يحددها القيادة العامة للقوات المسلحة، والقيادة العامة المسلحة عندما تحدد الحدود تحدده كخط، ما تسيبش سنتيمتر أو متر من غير ما يكون داخل مسؤولية أحد الجيشين. ولما يكون هتفوت على منطقة مثلا زي منطقة ديفرسوار يقول لك والديفرسوار مسؤولية كذا، مسؤولية الجيش الثاني مثلا، فإذا تدخل في مسؤولية الجيش الثاني، ومسؤولية القيادة العامة هي التي تحددها. المسافة التي موجودة بين الجيشين مش معنى ان انا بحدد حدود بين الجيش الثاني والجيش الثالث ان الجيش يفرد القوات بتاعته الدفاعية على كل الارض، هيكون ضعيف في كل مكان. نعم. فبيفرد في الاتجاهات المنتظرة ويحط قواته بقوة، والمناطق الثانية يراقبها وله قوات احتياط، بحيث ان القوات الاحتياط اول ما تحس بان حصل اختراق في الحته دي تندفع على طول لتضرب. هنا جينا زي ما شفنا وشرحنا ان القوات اللي هي كانت مخصصه للضرب طلعت في الشرق، فماشي الغرب بقى فاضي. وهذا هو الخطا الذي ادى الى ايه؟ الى الثغره. دفع قواتنا المدرعه التي كانت موجوده في الغرب كاحتياطي لاي اختراق ترد طبعا عليه. فوجودها للشرق هو اللي افسد الخطه بتاعتنا، واصبح الغرب فاضي، فاصبح دخل ولم يجد ردود فعل سريعه. المسافة كانت كم الفارغة هذه التي استطاع أن يدخل منها؟ المسافة كانت حوالي 5 كيلو أو 10 كيلو. مش 50 ولا 60. لا 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 5 كيلو. وبعدين لو في القوات موجودة، لو حتى 20 كيلو القوات موجودة تضربها على طول. مسؤولية الفراغ هذا على القيادة السياسية تحسبه؟ على القيادة العامة تحسبه؟ لا 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 لا, لا 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 لا، ولا تتحسب على هذا ولا تتحسب على هذا، تتحسب على الإيه؟ على إدارة المعركة، على اللي أبعد قوات الاحتياط الى واجب اخر. انما لو بقيت القوات المدرعه في الغرب، الفرقه الرابعه المدرعه خلف الجيش الثالث والفرقه 21 خلف الجيش الثالث، كان ممكن تدمر فورا. هنا موضوع كتائب المدفعيه التي سألها. لسه هقولها دي. الاخ اللي بيتكلم على محمد خالد من السعوديه. هو محمد. خالد سؤاله مظبوط جدا. لو بيحصل اخطاء في الحرب، ما فيش حرب ما فيهاش اخطاء، فبنحاول نعالجها. فتطوير الهجوم يوم 14 كان خطا وادى الى الثغره، كان ممكن اصلاحه لو اخذ بالخطه بتاعتي وسحبت الفرقه الرابعه المدرعه واللواء 25 مدرع ليله 16 17، اكلفهم بتدمير الثغره، تدمير الثغره، بساعدهم انا بقى كقياده عامه
مدفعيه الجيش، مش مدفعيه الجيش بس، مدفعيه الجيش الثاني والجيش الثالث 40 كتيب مدفعيه يضربوا يدمروا الايه المنطقه اللي هي قدامهم ويسهلوا عمليه الاحتلال. فلا لا تنفذ ولا تنفذ. يبقى الخطا على مين؟ ده اللي احنا بنقوله. لازم نفتح الملفات بتاعه حرب اكتوبر ونعرف مين المسؤول. عيب قوي ان بعد 30 سنه واحد مواطن عربي يسال يقول لك ايه من المسؤول عن هذا. طيب في واحد فتح الملفات، عميد اركان حرب السيد حسني فراج بالمعاش. الحقيقه اسم عميد اركان حرب السيد حسني فراج، ربما لم يثبت عندك الاسم، ولكن انا لان رسالته طويله على 4 صفحات وتفصيليه وانا لم اطلعك يعني على الاسئله كالعاده يعني، ولكن هذه الرساله تحديدا اطلعتك على شيء منها لان كانت مطوله ولا استطيع ان اقراها بالكامل وهامه. هو الرجل يقدرك في بدايه رسالته ويقول ان هو حينما عين في عام 94 بلجنة توثيق حرب 67 و73 اطلع على وثائق تتعلق بعملية خاصة بالثغرة، هو كان جزءا من هذه المهمة. يقول لقد كنت أحد قادة سرايا المظلات التي كان لهم شرف العمل في منطقة الثغرة لتصفيتها، وكلف بالمهمة الساعة 5 بعد ظهر 16 أكتوبر يعني ليلة 17 بمهمة تدبير 6 أو 7 دبابات معادية في الدفرسوار، ولكن فوجئ بأن هناك قوة من أخرى من الصعقة قد سبقته ولكن لم تتمكن من الوصول إلى مواقع العدو. هو تمكن من الوصول إلى مطار الدفرسوار واشتبك مع كتيبة، ويقول أنه المهم أنه أبلغ قيادته ليلة 17 بقدرته بعد رصد 151 دبابة ومجنزرة، وكان معه فقط 100 ضابط وجندي، بقدرتهم على أن يقوموا بتدمير هذا. القائد بتاعه طلب منه أن يطلق طلقة إشارة لتعريف موقعه، وكان هذا أعطى الفرصة للعدو ليعرف موقعه وأن يقوم بخسارة المعركة، واستطاع أن ينسحب بقواته. في النهاية هو يقول أنك أنت المسؤول عن هذا لأن قائده أبلغك وأنت رئيس الأركان بهذا الأمر، وأنت رفضت هذا الأمر، وكما يقول تحديدا أن لديه وثيقة موقعة منك تطالب بتأشيرة سيادتك على الوثائق بأن البلاغ الذي وصل إليه هذا كلام غث ومطلوب تقديم المبلغ للمحاكمة وعدم تقدير، وأنه كان يستطيع مع قواته أن ينهي الثغرة أو يقوم بإحداث خسائر كبيرة لولا تدخلك أنت. تفضل سعادة الفريق تعليقا. أولا الكلام بيتكلم على يوم 16 ليلة 16-17 ليلة 16-17. يجب أن نعلم أن كل معركة لها قائد. في معركة اسمها معركة سرية، ومعركة كتيبة، ومعركة لواء، ومعركة جيش، ومعركة قيادة عامة. يوم 16 أنا لا أعلم غير أن في اختراق، لأن المعلومات اللي بتجيني عن طريق إيه؟ عن طريق قائد الجيش، عن طريق وحدات الدفاع الجوي اللي كان العدو بيهاجمها، عن طريق مدير المخابرات. إنما هذا قائد السرية هذا اللي معاه 100 عسكري له قائد كتيبة، وقائد الكتيبة له قائد لواء، وقائد اللواء له إيه؟ له قائد جيش، وبعدين قائد الجيش هو اللي صار. انا لا اذكر شيء اطلاقا من هذا الموضوع، واذا كان في امكانه ان هو يدمر اللي يمنعه من ان هو يدمر بال100 عسكري هيدمر. لم يتلقى الامر بالتدمير. يا سلام، لا 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 لا، ما حدش يعني القيادات لما انا اكون في امكاني ان انا ادمر العدو ادمره من غير ما اخد اذن يعني. فاذا هو من هو القائد بتاعه؟ ويقول ان فيه وثيقه موقع عليه. اهلا وسهلا، اين هذه الوثيقه؟ يظهر هذه المسألة. لكن لا تذكر أنت أنك تدخلت أو منعت تنفيذ شيء من هذا إطلاقا. مش معركتي أنا، معركتي معركة قيادة عامة للقوات المسلحة. يعني لما وضعت الخطة بتاعت اللي هي تتنفذ يوم 17 دي، لو أخذ بقى ونفذت دي معركة قيادة عامة، لأن أنا اللي بدي لـ40 كتيبة مدفعية أنها تضرب. لكن التفصيلات الدقيقة للقادة المحليين مرتبطة بقادتهم الميدانيين في المعركة. الميدانيين طبعا كل واحد، وليس معك أنت، كل واحد بيطلب طالما يستطيع أن ينفذ المهمة وحده دون مساعدة من القائد الأعلى منه فليفعل ذلك. إذا كان غير مستطيع بيطلب من القائد الأكبر منه اللي هو إيه يتدخل ويساعده. أنا بالنسبة لي يوم 16-17 المعلومات اللي عندي قائد الجيش بيقول إن في قوات دبابات تسللت إلى الخارج، مجموعة من 7 دبابات إلى 7 دبابات، وهذا هو كل اللي بيقوله، وجاري العمل على تدميرها، بيقول لي في الإشارة وجاري العمل على تدميرها. أنا شخصيا لم أطمئن كثيرا لهذا، وقررت إن أنا إيه
استعد لما هو اكتر من ذلك. اذا كان هو عنده النهارده 7 دبابات انا مش ضامن بكره هيكون ايه. فانا بعمل على مستوى القياده العامه لما بنوضع خطه هتتنفذ بعد 24 ساعه لازم اتصور ايه اللي ممكن العدو يعمله في خلال ال 24 ساعه. عشان كده كنت عايز اسرع يعني اسحب الفرقه الرابعه واللي هو 25 مدرع واضرب بيهم الثغره يوم 17. فدي تبقى معركه قياده عامه، لان اللي هيقوم بهذه المعركه ما عندوش 40 مدفعيه، ده 40 مدفعيه ده عندي. نعم. انا اللي حديه وانا اللي بساعده في هذه العمليه. بخيت نظير من السعوديه، اتفضل يا اخي بخيت. بخيت نظير من القاهره. الو. نظير من القاهره، انا اسف، اتفضل يا سيدي. اتفضل اتفضل اتفضل. مساء الخير. مساك الله بالخير يا سيدي. لو سمحت انا ليا سؤال للفريق، سعاده الفريق اللي احنا فخورين بيه جدا والقناه الجزيره في نفس الوقت. في حرب 67 انتوا جبتوا الهجوم على 3 محاور واستخدمتوا الخريطه لشرح للناس اللي هي مش متخصصه زي حالتنا. في الثغره اتكلمتوا عنها كتير وانا واحد من الناس انا مش متخيلها، ليه ما استخدمتوش الخرائط على اساس تبينوا لنا الثغره دي تمت ازاي؟ عشان لو واحد مش متخصص زينا يبقى مو فاهم الثغره دي تمت ازاي. عندك الحق، عندك الحق، ودي هذه مسؤوليتنا احنا، مسؤوليه الجزيره، مسؤوليتي انا. وتحياتي لسعاده الفريق وتحياتي لسعاده الفريق والقناه الجزيره. شكرا. ومتشكرين جدا على استضافتكم لسعاده الفريق. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. رغم اني اعدت المونتاج للحلقات جميعها وسعيت لادخال كثير من الخرائط ولكن ارهقتني بعض الاشياء في تحديد المواقع العسكريه تحديدا ولم يكن لدي. لو الخريطه موجوده كنت اشرح لك عليها دلوقتي على طول. وان كانت ابنتك كريمتك الكبرى ساعدتني كثيرا السيده شهدان. وبالمناسبه هناك موقع للفريق سعد الدين الشاذلي على الانترنت اعدته ابنته الكبرى شهدان الشاذلي، وهو اعتقد جاهز في الدوحه الان، www.elshazly.com. هذا عليه كل كتب الفريق الشاذلي ونبذات عن تاريخه وحياته العسكريه وربما مقالاته واضافات كثيره للذين يسالون عن الكتب، وربما يكرر تباعا لان كثيرين يسالوني كيف يمكنهم الحصول على الكتب لا سيما وانها غير مسموح بها في معظم الدول العربيه. دكتور حسن نفع رئيس قسم العلوم السياسيه في جامعه القاهره، تفضل يا دكتور. شكرا استاذ احمد. انا عايز اوجه من خلال هذا البرنامج تحيه خاصه لسعاده الفريق الشاذلي، مش بس على الدور اللي لعبه في حرب اكتوبر ولكن ايضا على سجله المشرف في خدمه العسكريه المصريه طوال تاريخه، فتحيه كبيره له. شكرا. سؤالي المحدد حول يعني طبعا سياده الفريق ارى روايه الاستاذ محمد حسنين هيكل عن حرب اكتوبر 73 الاحوى السياسه، انا عايز اعرف رايه في الروايه اللي ذكرها هيكل، لكن انا ليا سؤال بقى اكثر تحديدا، وانا جبت الكتاب قدامي وفتحته وفي صفحه 582 الاستاذ هيكل بيقول ان يعني مش انت بالتحديد لكن ضاعت فرصه للتقدم نحو المضايق يوم 9 اكتوبر، ورغم ان ده ما كانش موجود في الخطه الاصليه زي سيادتك ما تفضلت، انما هو بيقول ان الفريق محمد عبد الغني الجمصي كان متحمس للذهاب الى المضايق، وانه في صور اداها الاتحاد السوفيتي بتقول ان القوات الاسرائيليه كانت في حاله ارتباك شديد جدا وانه الوصول الى المضايق يوم 9 اكتوبر كان ممكن. المسألة دي مسألة حاسمة جدا علشان خاطر أولا نعرف مدى مصداقية بعض الكتابات وبالذات من يعني حجة مثل الأستاذ هيكل بنعتمد عليه كثيرا في المعلومات، وأيضا عايز أعرف رأي سيادتك الشخصي في هذه الواقعة تحديدا، هل هي مؤكدة صادقة أم هي مسألة تقديرية؟ أشكرك جدا. أوكي يا أستاذ. شكرا دكتور. شكرا يا دكتور. السؤال ده مهم جدا عندي وكتير بيتكلموا طبعاً. عنه طبعاً. السؤال ده مهم جدا يا دكتور، وهنقسمه الى قسمين، القسم الخاص بجمصي والقسم الخاص بالاستاذ حسين هيكل. القسم الخاص بالجمصي اولا في سؤال، هل كان تطوير الهجوم ضمن الخطه ام لا؟ هناك 11 شخص بموجب موظائفهم يعلموا
الهدف من الحرب والهدف من حرب اكتوبر باختصار من هم سعد؟ ما انا هقول لك اهو. طبعا وزير الحربيه وقائد عام القوات المسلحه، رئيس الاركان اللي هو سعد الشاذلي، قائد الاسلحه الرئيسيه اللي هو قائد القوات الجويه، قائد الدفاع الجوي. ممكن تقول لنا الاسماء لان الناس؟ رئيس هيئه العمليات. ماشي. رئيس هيئه العمليات، قائد المدفعيه. ناخدهم بصفاتهم. نعم. قائد المدفعيه، قائد مدفعيه، مدير المخابرات، وبعدين قائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث، ورئيس الجمهوريه طبعا. مفيش ولا واحد من ال 11 دول قالوا ان كان من ضمن الخطه الوصول الى المضايق. حتى السادات نفسه عندما تكلم بعد الحرب قال لك تخفيف الايه؟ الضغط على سوريا. الضغط على سوريا، ولكن لم يعترف اطلاقا انه كان من ضمن الخطه الوصول المضايق. الجمصي هو الشخص الوحيد الذي شذ عن هذا. انما للاسف الشديد اقول اللي يقول هذا الكلام يبقى ما قراش الخطه، يبقى مش فاهم الخطه اصلها ايه. دي الخطه مبنيه اساسا على احداث اكبر خسائر ممكنه في العدو واطاله مده الحرب. والعدو متوقع لنا في القوات الجويه. واي تقدم خارج مظله الدفاع الجوي الثقيله ستعرضنا لخطر. انا بشوف ان المشكله بتاعت الجمصي ان السادات جه سنه 74 اي بعد الحرب بسنه، وعمل ندوه اسمها ندوه حرب اكتوبر، ودعا فيها كثير من الايه من الخبراء العسكريين في بلاد العالم، كلهم اشادوا اشاده تامه بعمليه العبور، وقالوا لا يمكن لاي جيش في العالم ان يحقق افضل مما حققه المصريين في عمليه العبور، وهي عمليه رائعه. اما وكلهم بعد كده انتقدوا تطوير الهجوم للايه للشرق، لان قالوا ان من المعلوم كلهم خبراء ان مصر دخلت الحرب وهي تعلم ان العدو متفوق عليها في الايه او اسرائيل متفوق عليها عسكريا، متفوق عليها جويا جويا، وان الخروج خارج المظله سيعرضها الى المخاطر. ف تقدمت كذا ورقه في هذه العمليه. الاوراق المصريه كانت كلها تشيد لم يكن احسن مما حصل. كان وقتها الجمصي وزير حربيه وقائد عام القوات المسلحه. نعم. لانه لو قال ان تطوير الهجوم غلط يبقى كانه بيضرب في السادات. فدافع عن الهجوم على اساس انه كان عمليه ايه؟ عمليه صحيحه. واتسجلت الكلام ده في الايه؟ في الكتب وفي المراجع. نعم. فاصبح لا يستطيع ان هو بعد 20 سنه يقول لك لا والله ده ايه؟ تطوير الهجوم كان ايه؟ كان غلط. فاذا اذا كان هناك عندي 10 اشخاص اعتبارهم رئيس الجمهوريه الى مدير المخابرات الى كذا الى كذا، كلهم بيقولوا لا ما فيش تطوير هجوم، ويجي واحد يشذ، يبقى لازم نستبعد هذا الايه؟ هذا الشاهد. فادي هذه فيما يتعلق بالايه؟ بتطوير الهجوم. اذا تطوير الهجوم غلط، وسواء يوم 9 زي يوم 14، لان هل القوات الجويه يوم 9 كانت اضعف من يوم 14؟ ابدا. القوات الجوية الإسرائيلية كانت هي يوم 9 ويوم 14. ده فيما يتعلق بالموضوع بتاع الجمصي. ما رأيك في ما رواه الأستاذ هيكل وسألك عنه الدكتور حسن نفع؟ بداية أقول أن الأستاذ هيكل من أكثر الكتاب إلماما بالنواحي الاستراتيجية والسياسية، وله معرفة بكثير من الأسرار، ولكن للأسف الشديد يبدو أنه قد خانه التوفيق في هذا الموضوع بالذات، لأنه اعتمد على رواية واحدة، رواية الجمصي، رواية محمد فوزي أساسا. محمد فوزي بالعكس، ده الجمصي يعني لم يوافق على هذا كمان. فهو قال إن إيه كان هناك خطة اسمها جرانيت واحد تشمل العبور أيام من أيام جمال عبد الناصر، تشهد أو يعني تتضمن عبور قواتنا المسلحة في ثلاث رؤوس كباري. ودي سماها جرانيت واحد، وأن هناك جرانيت اثنين. إن تقدم هذه القوات إلى المضايق. ثم هناك خطة ثالثة إنها يصل، كان بيقول إيه كمان، وهناك خطة ثالثة دفاعية للتصدي للايه؟
للهجمات التي يقوم بها العدو. ولست أدري ما هي ولماذا يعتمد على مصدر واحد وهو مصدر إيه؟ محمد فوزي، وقال لك إن إيه؟ محمد فوزي حصل على التصديق على الخطة الأولانية من جمال عبد الناصر، وأنه حصل على تصديق من على الخطة الثانية من السادات. هذه المعلومات طبعا فوزي من 71 لم يكن له أي علاقة بالقوات المسلحة. من هو؟ فوزي، الفريق فوزي. الفريق فوزي من 71؟ لا، من 70. من 70؟ من 70، لا من 71. من 71. من 71. فهو خد هذه المعلومات كلها من محمد فوزي. محمد فوزي قد يكون التبس عليه الموضوع. وبهذه المناسبة لم يرجع فيها لأي أحد منكم أنتم إطلاقا. هقول لك حاجة لطيفة جدا يعني. فضل. عندما كانوا يكتبوا يعني عايزين يكتبوا التاريخ عن 67 وعن 73 بعد خروجي من السجن، وأنا أفخر يعني ما بقولهاش يعني إن أنا يعني فبعد خروجي من السجن في أكتوبر 73 93 93 أيوة. في أكتوبر 93 نتيجة الكتاب اللي بعد 20 سنة خرجت من السجن. بعد 20 سنة من نصر أكتوبر. بعد ما خروجي من السجن وكانوا بيكتبوا التاريخ، فجاه رئيس لجنة التاريخ كان اسمه اللي هو البدري اتصل بيا وقال لي احنا بنكتب تاريخ حرب أكتوبر وهناك معلومة واقفين قصادها. انت بتقول عندما توليت رئاسة الأركان لم تكن هناك أي خطة هجومية، وكانت هناك خطة دفاعية اللي هي الوحيدة اللي هي بيقول عليها هيكل دلوقتي. محمد فوزي بيقول في الكتاب بتاعه ان كان هناك خطة وكانت يعني انهاء وإعادة احتلال سيناء أو ارتجاع سيناء في خلال 13 يوم وإلى آخره. فهل عندك مانع إن احنا نحصل إن نعمل مجابهة؟ ماشي، مجابهة مناظرة يعني. مواجهة. وكان الفريق فوزي على قيد الحياة أنا. وكان الفريق فوزي على قيد الحياة. قلت له أبدا، والأستاذ الفريق فوزي ده أستاذنا وكبيرنا وكل حاجة، ومن عندي من البيت كان الكلام ده داخل البيت عندي. نعم. بواسطة اللي هو البدري ومعه شخص اخر. نعم. فمن البيت بتاعي اتصلوا بالايه؟ بالفريق فوزي. عندك مانع ان حصل كده وكده؟ قال ابدا. فتحدد يوم لان احنا ايه؟ يبقى في مواجهه او مناظره. او مناظره، او مناظره. فروحنا في بيت الفريق فوزي في ابريل، كان الكلام ده في حوالي ابريل 94. 94. أيوة. ابريل 94. فبعد التقديم انا قلت لسياده الفريق فوزي، هم قالوا له يعني ان احنا الموضوع كيتو كيتو كيتو. قلت له يا سياده الفريق، انت بتقول ان في الكتاب بتاعك ان كان في خطه لتحرير سيناء، انت قمت يعني لما جيت مشيت يعني لما عزل يعني، نعم، سلمت الفرقه دي لمين؟ الخطه لمين؟ قال لي لا ما سلمتهاش لحد. قلت له ازاي؟ قال لي لان خوفا من ضياع السريه بتاعتها. قلت لهم يا جماعه انتهى اللقاء، انا بقول ان انا عندما وصلت لم اجد خطه هجوميه في الايه، ها، في ارشيف القوات المسلحه، في ارشيف القوات المسلحه. وسياده الفريق بيقول ما خد الفرق الخطه معاها، اذا هي افكار واذا هي ما هيش خطه وخلاص، انتهت بوجودها في البيت عنده وانتهى الموضوع عنده. انتهى الموضوع يعني هنتناقش ايه اذا كان هو بيقول لك ما سبتش الخطه دي لحد وما سلمتهاش لحد؟ طب احنا هنقرا بقى. ربما انت كشفت الان شيئا يعني يلقي بعلامات استفهام حتى حول كثير مما يكتبه الاستاذ هيكل. يعني في في لان ده برضو سؤال مهم من الدكتور حسن نفع. طبعا. يعني هل ما يكتبه الاستاذ هيكل يتسم بالمصداقيه التامه فيما يتعلق بهذه الاحداث؟ شوف، ولكل جواد كبوه يعني. هو لكن فيما يتعلق بهذه النقطه تحديدا، هذه فيما اعتقد بهذه النقطه اعتمد اعتمادا كليا على مصدر واحد وهو المصدر محمد فوزي، ولم يكن هل لهذا المصدر اي علاقه بحرب اكتوبر او خطتها تحديدا؟ لا، ما هو بيتكلم على ان كان في خطه خدها البيت عنده وهو طالع سنه 71. ده هذا ما قاله، هذا ما قال. فاذا ليس هناك خطه وانتهى الموضوع، ولم ينشر يعني الناس اللي هم بيكتبوا التاريخ لم ينشر التحقيقات بتاعتهم حتى هذه اللحظه. صحيح. واعتقد انهم المفروض انهم ايه ينشروها يعني، لان هذا اللي حصل. السيد احمد جبريل رئيس الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين، تفضل يا سيدي. مساء الخير اهلا استاذ جبريل. للفريق
الفريق الشاذ اللي نكون له كل احترام وتقدير. أهلا وسهلا. شكرا. بالتأكيد أرجو أن تخفض صوت التلفزيون أستاذ أحمد. أبدا ما بشعله. تفضل يا سيدي. يعني هذه الحرب تمت على جبهتين كما نعرف يعني، وبنفس الوقت لإرباك العدو ولتحقيق بعض أهدافها. لكن الفريق الشاذلي يعرف أن هناك اختلاف كبير بين مسرح العمليات في الجولان ومسرح العمليات في سيناء. في الجولان مسرحها كان 30 كيلومتر في العمق وفي المواجهة 80 كيلومتر، بينما في سيناء كانت المواجهة بحدود 170 كيلو، يمكن بعمق أكثر من 250 كيلو. أيضا من الناحية الطبوغرافية في أشياء مختلفة. فبالتأكيد العدو الصهيوني لا يمكن أن يسمح بأي شكل من الأشكال في تحقيق انتصار على جبهة الجولان، لأنه الجيش السوري سيكون على ضفاف طبرية وسهل الحولة ويهدد الكيان الصهيوني. بينما كان يمكن أن يتقبل العدو الصهيوني عبور بارليف لأنه أمامه عمق كبير عن الحدود الفلسطينية، فلذلك كان من المفروض أن تؤخذ هذه الخصوصية في وضع الخطة وترك هذا الأمر بهذا الشكل. لذلك ركز العدو الصهيوني في الأيام الأولى من حرب تشرين أكتوبر لضرب الجبهة الشمالية، ليستطيع بعد ذلك أن يلتفت إلى الجبهة الجنوبية. فنسأل الفريق الشاذلي، لماذا لم تؤخذ مثل هذه الخصوصيات؟ لماذا لم تدعم الجبهة السورية سلفا بحيث تستطيع أن تحقق على الأقل الهدف في تحرير أو الوصول إلى الأراضي 48؟ هذه من الناحية. الناحية الثانية، بعد أن شرح الفريق الشاذلي بالأسباب التي أو أهداف العملية التي تمت في سيناء، نحن نقدر ونعتبر أن هذا الرأي عسكري، أن القوات يجب أن تكون تحت مظلة من الصواريخ ومن الطائرات، القوات البرية قصد. لكن بعد أن اجتاز الجيش المصري الباسل وبقيادته خط بارليف وبعمق 10 كيلومتر، فعندها انتظر وقتا من الزمن، وهذا الوقت يعني كان له تأثير على الجبهة الشمالية، الجبهة السورية، بحيث تم الاستفراد في الجبهة السورية. طيب افترضنا أنه تم محاولة التقدم باتجاه الدفرسوار، أين هو الاستطلاع الميداني الذي كان يجب أن يكشف مثل هذا الخرق قبل حدوثه؟ أما نرى الدبابات الإسرائيلية، الأمور واضحة أستاذ جميل. أنا عبر أستاذ أحمد، واضح السؤال واضح أستاذ جميل. هل هناك سؤال ثالث يا أستاذ أحمد؟ لماذا الفرق المدرعة التي دخلت باتجاه المشرق الشرق، لماذا ما سكرت الثغرة على ضفاف قناة السويس من الجهة الشرقية؟ لماذا نعيد فرقة ونعيد نجمعها لتعبر الكباري وتفتح بعد ذلك تشكيلاتها لتواجه الثغرة في الدفرسوار؟ هذه الفرق كانت هناك في المنطقة الشرقية أخذ وضع قتالي، قادرة أن تغير اتجاهها بحيث أنها تستطيع أن تغلق الثغرة الموجودة. فأنا آسف أنا تناقشت مع الفريق الشاذلي قبل ذلك. نعم، شكرا لك أستاذ أحمد جبريل. تفضل سعادة خريج. شكرا أستاذ جميل. باختصار حتى نتيح المجال لآخرين. إن شاء الله. طبعا موضوع ناخذ في حسبان المسرح السوري والمسرح المصري، احنا ادخلنا ذلك في الحسبان واسرائيل ادخلته في الحسبان. اسرائيل القوة الهجومية بتاعتها 15 لواء مدرع، فمنذ البداية
والخطة بتاعتها التي بدأت فيها افتتاح الحرب وضعت أمام القوات المصرية 8 ألوية مدرعة، ووضعت 6 ألوية مدرعة أمام سوريا، واحتفظت بلواء مدرع كاحتياطي، لأن هي بتقدر القوات المصرية إيه والقوات السورية إيه والجبهة دي تشيل إيه وتشيل إيه. فإذا الخطة الإسرائيلية كانت مبنية على أساس إنها بتقاتل في جبهتين، بحيث أن تكون كل جبهة قادرة على أن تنفذ مخططها دون الحاجة إلى مخططات أخرى، بالإضافة إلى أنهم يحتفظوا بالقوات الجوية بتاعتهم كاحتياطي لضرب أي قوات تنتقل من المسرح هذا إلى المسرح هذا. وأحب أن أذكر الناس بأنه عندما حضرت أول مؤتمر للدفاع العربي المشترك في القاهرة في نوفمبر سنة 71، ولم تكن هناك أي خطط هجومية حتى هذه اللحظة، ولكني قلت لهم أن لازم عندما ندخل الحرب لازم كل جبهة تكون قادرة، بقول الكلام ده للوزراء الخارجية ووزراء الدفاع اللي هم يتكون منهم مجلس الدفاع العربي المشترك، بقول لهم كل جبهة يجب أن تكون قادرة على الصد. وهناك تعبير القدرة على الصد يعني صد الدفاع، والقدرة على الايه على الهجوم، فالقدرة على الهجوم شيء والقدرة على الصد شيء. وكنت وقلت لهم ان الجبهة المصرية انا مطمئن على قدرتها على الصد، ولكن الجبهة السورية تحتاج الى تدعيم كيت وكيت وكيت. وعندما جت لنا الامدادات العربية وكنت بوزعها، فوزعنا معظم الامدادات العربية على الشرق، فوصلها 3 ألوية عراقية، 2 لواء مدرع وواحد لواء مشاة ميكانيكي، وصلها 2 لواء مدرع من من الأردن، وصلها لواء مدرع عدا كتيبة من المغرب، وصلها لواء مشاة من السعودية. كل دي كانت بتصب في الجبهة في الجبهة السورية علشان نقوي الجبهة السورية، في حين ان احنا في الجبهة الغربية او الجبهة المصرية لم يصل لنا الا سربين هوكر هانتر من العراق. نعم. وبعد الحرب وصل لنا امدادات من ليبيا ومن الجزائر. فاذا كنا وضعين هذا في حسابنا تماما. يعني موضوع القوات البرية كانت تستطيع يوم 9، هذا هو الخطأ الشديد جدا، وهذا الذي أريد أن أفهمه، هذا أن الإسرائيليين يتمنوا حدوث ذلك لدرجة أنهم كانوا مختلفين مع بعض. فلما جاتهم المعلومات بأن المصريين ابتدوا يعبروا فرحوا وقالوا المصريين حلوا المشكلة اللي كانت بيننا وبين بعض، على أساس إحنا نفسنا أنهم يتحركوا إلى الشمال إلى الشرق علشان يفتحوا ونضرب، نستخدم كل الأساليب التي استخدمناها في الحروب السابقة. انتصروا علينا في كل الحروب السابقة بعمليات التطويق وضرب الأجناب وضرب الخلف وإحداث الثغرات. فخطأ، ولا زلت أكرر أن تطوير الهجوم كان خطأ شديدا، ويجب أن نفهم هذا العملية، ويا ريت في خرائط كنا نشرح العملية وإزاي هنشرحها إن شاء الله. إن شاء الله. فكنت أشرح هذه العملية. عبد الرؤوف عبد الحميد من مصر. أخ عبد الرؤوف تفضل. أحمد لضيق الوقت معلش أنا عايز أسأل سيادة الفريق على 2 شخصين في حياتنا عايزين نعرف عنهم بعض المعلومات. أولهم أشرف مروان، وهو كان طهر الرئيس عبد الناصر، وكان يعمل هو وزوجته طول فترة عبد الناصر في المخابرات، وبعد ذلك في حياة السادات كان قريبا منه. وقيل على لسان موسى صبري أنه في يونيو 73 اتصل بالفريق الشاذلي وطلب منه بعض المعلومات عن بعض الأجهزة أو جميع الأسلحة الموجودة، ولم تكن لدى سيادة الفريق كل المعلومات الكاملة، فقال له امهلني بعض الوقت، وبعد فترة من الاتصال تم الحصول على تلك المعلومات. فهل هناك علاقة بين هذا وبين ما يدور في إسرائيل واتهام أشرف مروان بالعمالة؟ ده سؤالي الأولاني. السؤال الثاني خاص باللواء الفاتح، واللواء الفاتح كان اختلف مع بعض الجنود أسفل جبل المر وقام بإعدامهم، وهذا موثق في قناة الجزيرة بإحدى البرامج مع اللواء الفاتح. وبرضو الموضوع الأولاني موثق على لسان مصطبري في إحدى القنوات، فأرجو من سيادة الفريق يرد علي في الاستفسارية. أي قنوات؟ علاقة أشرف مروان ببيان الأسلحة اللي طلبها منه واتهامه حاليا في إسرائيل في 2003. مصدرك إيه بتاع موسى صبري؟ مصدري إن كتاب موسى صبري نفسه، ولما سأل السادات هذا الموضوع موسى صبري نفسه 50 عاما في قطار الصحافة، وقال لا ان السادات لم يهتم بهذا الموضوع كثيرا مع انه بيؤكد على صحه هذا. ولما سئل السيد رئيس المخابرات المصريه السابق في وجودنا لم يعطي لهذا اهتماما،
واهتز كده برأسه يعني يؤكد. شكرا لك سعادة الفريق. عندك ما يقال لهذا الكلام؟ يقال أنك أنت الذي سئلت، هل هذا صحيح؟ إطلاقا. لم يطلب منك أشرف مروان أي معلومات؟ إطلاقا إطلاقا. خلاص، على موضوع اتهام أشرف مروان بالعمالة أنا لا علم لي به غير أن أنا قرأته. لا، احنا الان في نقطه محدده تتعلق بك انت شخصيا. يقال ان موسى صبري قال ان ان, إن اشرف مروان طلب منك معلومات عن القوات المسلحه. اطلاقا اطلاقا، ما يعني ما ملوش ان هو يتصل بي في حاجه زي كده ابدا. هو فعلا كان سكرتير الرئيس للمعلومات، ولكن انا ذكرت اشرف مروان في كتابي في نقطتين. النقطه الاولانيه لما كان ارسال امدادات الى اليمن، وكان هو اللي بيتصل بي علشان هذه العملية. وبعدين وكان موضوع تاني لما كان الملك فيصل بيريد ان هو يتبرع بطارة هليكوبتر للرئيس السادات، وطلب مني ان احنا نعينها عشان نشوفها، وكلفت انا القوات الجوية بانها تعمل الكلام ده. وبعدين قالوا لا، دي طيارة ما هيش يعني من مستوى يعني. نعم. ورفضنا هذه الهدية او اعتذرنا عن هذه الهدية. فلم اذكر اشرف مروان غير في هذا. وذكرته مره لما قدمت استقالتي ايام جمال عبد الناصر بعد تعيين احمد اسماعيل وزير حربيه وقائد عام القوات المسلحه. ايام السادات تقصد؟ عبد الناصر؟ ايام عبد الناصر. آه، انا قدمت استقالتي لما جمال عبد الناصر عين. نعم، نعم. احمد اسماعيل وزير حربيه وقائد عام، وكان كان عندي خلافات بينه وبينه من ايام الكونغو. من ايام الكونغو. فقدمت استقالتي، فلما قدمت استقالتي وقعدت في البيت، ف اشرف مروان كلمني وقال لي ان هو جايب رساله من رئيس الجمهوريه، وجاه بيبلغني بيقول لي رئيس الجمهوريه زعلان، وبيقول لي ازاي تقدم الاستقاله بتاعتك، لان طب هو مين اللي عينه؟ طيب احنا في النقطه المحدده هذه، وانت برأت الرجل من هذه الاتهام المقال عليه حول انه اخذ معلومات منك، ويبدو ان كثير من المعلومات بحاجه الى توثيق. ويبدو ان كثير من الناس بيلقوا اتهامات في الكتب وبيكتبوا زي ما هم عايزين، بيكتبوا زي ما هم عايزين، يقول لك موثق، فين هي الوثيقه؟ أنا عندي الحقيقة مئات الرسائل سعادة الفريق بقيت أيضا، وأرجو من المشاهدين أن يلمسوا لي العذرة في هذا. هناك بعض المشاهدين بيستفزوني عليك، منهم شهرزاد اليوسف على الإنترنت تقول بعد رسالة مطولة عن الشهادة أنها ستتابع حلقة اليوم خصيصا لتقارن بين أسلوبي في التقديم قبل 5 سنوات حيث كنت في غاية الأدب مع الضيوف، وبين أسلوبي الآن بعد مرور تلك السنوات. أعتقد أني لازلت مؤدبا أيضا. أعتقد هذا أعتقد هذا شاهد منك يستفزوك يعني علشان يعني أسلوب الحوار يعني يحدد أسلوب الضيف في الإجابة على أسئلة. أنت عندك الحق لأنك أنت أوقات تسأل سؤال المضيف أو الضيف مش عايز يجيب عليه. نعم. فأنت تقول له يعني بحدة علشان يجيب، إنما أنا مريحك في إنك أنت أي سؤال تسأله بأجيبك عليه على طول. فقاعد مؤدب أنا لا أفعل شيئا. فلماذا الحدية يعني؟ كثير من الأسئلة سعادة الفريق من بعض المشاهدين، عندي صلاح رمضان من مصر، عندي أحمد عزت من مصر، نبيل راغب، دكتور نبيل راغب من فرنسا، وآخرين يقولوا أنك حينما تتحدث عن الرئيس السادات تظلم الرئيس السادات كثيرا. وعندي أيضا أحمد محمد الشواربي من الولايات المتحدة أيضا على الإنترنت يقول أن السادات لم يكن شخصا سيئا وعمل ما يعتقد أنه الصواب لبلده. فلماذا لا تنصف السادات إذا كان حتى أخطأ؟ لماذا لا تذكر حسناته إلى جوار الأخطاء يعني؟ أنا لست قاضيا، أنا شاهد، فأنا بقول الأحداث. وعلشان كده بقول لماذا لا نفتح الملف ويكون هناك لجنة قضائية. فهنا دي المشكلة، دي هي اللي بتسبب البلبلة. يعني أنا أنصف السادات أقول مثلا القرار بتاعه بتاع تطوير الهجوم نحو الشرق صح إطلاقا، هناك من يرى ذلك. الأستاذ جبريل لسه بيتكلم بيقول لك كان ممكن تعمل له، ما عملتش كده ليه؟ الله، ما هي لازم حق الأمور دي تتعرف. ليه إحنا ما نقدرش نتقدم إلى الشرق؟ وبعدين أذكر الناس دول وأذكر الأستاذ جبريل إن يوم 10 كان مفروض إن أحد الألوية المشاه بتاعتنا وهو الليو الأول المشاه إن هو يتقدم من رأس كوبري الجيش الثالث ويتقدم ويحتل سدر، وكان الأوامر اللي طالعة من القيادة العامة إنه يتحرك بعد آخر ضوء. بعد آخر ضوء يعني إيه؟ يعني بعد غروب الشمس بساعة تقريبا حتى نحيد القوات الجوية. أنا مش قادر أغطيه بالطيران في اثناء تحركه جنوبا، هيتحرك جنوبا كذا كيلو، فمش قادر اغطيه. فبقول له اتحرك بالليل، فتاثير القوات الجويه ايه؟ يكون ضعيف.
فهو بمبادرة منه تقدم قبل الغروب بساعة، قام الطيران سابه لغاية ما ايه طلع بره الايه بره المظلة وانخض عليه وشتت اللواء. فأليس هذا إنذار لنا ان احنا نكرر هذه الحادثة اللي حصلت وشتتوا اللواء يوم 10 او نكرر يوم 13 يوم 14؟ في يوم 14 هذا اليوم المشؤوم خسرنا 250 دبابة في هذه المعركة اللي هي تسمى تطوير الهجوم. خطأ، من المسؤول عن هذا؟ لا لا لا، لابد ان تفتح صفحات، لابد ان تفتح صفحات ويتفتح. وعيب بعد 30 سنة ان احنا بنختلف حوالين حاجات مفروض انها من حق الشعب ان يعرفها. شكرا سعادة الفريق، ونحن في هذا البرنامج حريصون فعلا على ان نصل بالوعي بالناس الى المرحله التي يجب على قدر المستطاع كدور اعلامي ان يقوموا بها. اعتذر للواء اركان حرب عبد القوي عزت محجوب، رسالتكم مطوله عن تاريخ المظلات وسوف اطلع الفريق الشاذلي عليها. اشكر كل المشاهدين. الان نضع مره اخرى عنوان موقع الفريق الشاذلي على الانترنت www.sharta-shazli.com على ما اعتقد كوم. نعم. ايضا الذين كثيرون يسالوني عن كيفيه الحصول على كتاب الجزيره، بعض الدول او كثير بعض الدول تمنع وصول كتاب الجزيره اليها، ولكن يمكن الحصول عليها من www. اعتقد ايضا كتب العنوان nilwafurat.com. والكتاب موجود ايضا، كتاب الشيخ احمد ياسين موجود، وكتاب ولم نبدا ترويجنا له بعد، وكذلك كتاب الجهاني السادات، وهناك كتابين اخرين في الطريق الى المشاهدين. اشكركم شكرا جزيلا، وهذا احمد منصور يحييكم بلا حدود من القاهره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.